وصلنا هلا لاخر فقرات هو وهن، واللي هي فقره المطبخ. واليوم ضيفتنا مميزه كثير واسمها كمان مميز. مع رحبوا معي اكيد مشاهدينا بالشيف انجي نخنوخ. يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. تمام. يعني انا بس هيك شفت اسمك وعرفت انه انت بدك تطبخي لنا اكله من لبنان ومن فلسطين، قلت الا يكون فيك عرق شامي يعني من بلاد الشام. بس لا، انت مصريه 100%. بس بقينا نعمل اكلات من بلاد، كل البلاد تقريبا، يعني مصر بتعمل كل اصناف العالم، فحبيت برضو ان احنا ندخل وصفتين من كل بلد. يعني صراحه لذيذ، وعن جد صار في انفتاح. السوشيال ميديا هاي علمت كل شيء للناس. طيب ايش اليوم رح تعملي لنا انجي؟ انا هعمل مسخن الدجاج. دي وصفه فلسطينيه بتتعمل من زمان قوي، وهي اشهر وصفه تقريبا موجوده عندهم، زي الكشري مثلا عندنا في مصر. صح. بس فهعملها النهارده بطريقه سهله وسريعه. يعني هي يوجوالي بتتعمل مع العيش بتاعها اللي هو بيتخبز برده. بالظبط. بس احنا النهارده مش هنعمل العيش، فهنعمل بس التتبيله بتاعه الفراخ. اوكي. وممكن كمان هي ممكن تتاكل مع العيش او ممكن تتاكل مع الرز، عشان احنا في مصر دايما بنستخدم برده الرز في الاكلات. اوكي. فانا بحب اعمل الاكل من البلاد المختلفه، بس بنحط برده التاتش بتاعنا احنا كمصريين. طبعا لابد. اكيد. بالظبط. فدي اول وصفه. السلطه بقى معانا اللي هي السلطه اللبنانيه المشهوره. فتوش. طبعا فتوش برضو هنعملها تتقدم مع المسخن. فكده الوصفتين. احنا ممكن نبدا بالمسخن الاول عشان لحد ما ياخد وقت اكتر. بالنسبه للدجاج. طيب اول حاجه هنقول المكونات اللي احنا هنحتاجها في المسخن. احنا ممكن نعملها بلحمه او فراخ. النهارده هنعملها بوراك فراخ. عندنا كمان بصل، دبس رمان، ليمون، سماء، ملح. دول الحاجات الأساسية. كمان طبعا زيت الزيتون، لأن هي دايما بتتعمل، هو أساسي زيت الزيتون. بالضبط. يعني حتى في فلسطين بيعملوها دايما في الموسم اللي بيقطفوا فيه الزيتون. مظبوط. فدايما بتتعمل في شهر ديسمبر مثلا. بس كمان توابل فراخ لو حابين نزود، ورق لورا، حبهان جوزة الطيب، وفي الاخر بقى اللوز ده هنجارنش بيه لوز او سنوبر او رمان، حسب بقى كل واحد بيحب يطلعها ازاي في الاخر. طيب، وهي بالنسبه للمسخن. بدنا نحكي كمان بالمره مكونات الفتوش. الفتوش برضو عندنا الخضار اللي هنستخدمه، خيار، كابوتشي، فلفل الوان، بصل، فجل احمر، كمان العيش الشامي المحمص، طماطم، بقدونس، نعناع. دي الخضار اللي احنا هنستخدمه. برضو لو حابين نضيف اي خضار من عندنا ينفع. طبعا توم. قلنا عندنا نعناع وبقدونس وليمون، برضو دبس رمان. يعني الحاجات المشتركة بين الاثنين دبس الرمان وزيت الزيتون. مزبوط. سماء طبعا. بس فنبدأ الأول بالمسخن. يلا. هي ليها كذا طريقة عامة، بس أنا حبيت أن أنا أعمل طريقة سهلة النهاردة علشان ما يبقاش الموضوع صعب على البنات اللي لسه بتدخل المطبخ كده في الأول. الناس بيعملوها بالصينية بدون ما بيقولوا لها صينية دجاج سماء وبصل، بس احنا بحياتنا ما عملنا المسخن بلحمه. المسخن معروف بس دجاج. وعمري ما جربته بلحمه. يعني انت عمرك جربتي بلحمه؟ جربته بلحمه، كان برضو طعمه لطيف يعني. بس مش نفس نكهه الفراخ. بالظبط. الفراخ بتبقى يعني هي بتاعت المسخن فراخ اكتر. بالزبط. حاجه متعارف عليها في المسخن. مظبوط. اوكي. حطيتي زيت زيتون في الحله؟ حطينا في الاول زيت زيتون. أوكي. وقبل ما يسخن كده هنزل بقى بالبصل. وطبعا بنحط بصل كتير، يعني قد كميه الفراخ بنحط بصل. اوكي. يعني كيلو فراخ بتحطي بعد كيلو بصل. بالظبط. اوكي. وطبعا يفضل ان احنا نستخدم البصل الابيض عشان بيطلع طعمه مسكر اكتر في. صح. في الوصفه دي بنسخن. مظبوط. ولا شطوره. ثانك يو. يعني انت احكي لي، انت شيف مختصه مثلا في، انا بعرف انه الشيفات مختصين باشياء معينه. اوكي. باي مطبخ انت مختصه؟ هو انا البلوج عندي قايم على الوصفات اللي هي من كل البلاد. يعني أوكي. انا بحب اعمل وصفات انترناشونال كوزين. بالظبط. اوكي. وبحب بقى اعملها بطريقه سهله. يعني انا حبيت ان انا لما اعمل اكونت او البلوج عندي، يعني ان انا اعمل كل حاجه بطريقه سهله، بحيث ان البنات تدخل تعملها ما نستصعبش الموضوع قوي. ان الوصفه احنا دلوقتي هنزود سماء على السريع بدون ملح ولا اي شيء. في الاخر هنحط الملح. برضو بنحط سماء شويه كتير. اوكي. السماء اصلا بعطيها لون كمان حلو، مش بس طعمه، بيعطيها كمان لون حلو. وبتدبلي للبصل. بالظبط. اوكي. طيب، والخطوه الثانيه بعديها ايش هتعملي بعد ما يستوي؟ انا دلوقتي هبدا ان انا انزل الفراخ. عايزاها
تاخد تشوب كده مع البصل والسماق بالظبط كده. وبرده مهم قوي ان احنا نعمل الفتحات دي للفراخ عشان ما بتحطي البهارات عليه بالتبليق اول، بتحطيه زي ما هو والبهارات احنا ممكن نعمل بالطريقه اللي هي بنحط كل حاجه ني وندخلهم الفرن، او ان احنا نديها تشوب كده في الاول فبيطلع طعمها احلى يعني. اوكي طبعا الفراخ مغسوله كويس وعملنا الفتحات دي عشان تدخل فيها التتبيله. اوكي حلو والله شطوره. طب وايش اكثر الاكلات هيك يكون عليها من بين كل الوصفات اللي نزلتيها على السوشيال ميديا عندك، ايش اكثر اكله بتحسي انه صار عليها فيوز اكثر؟ الحاجات السريعه يعني ممكن اعمل وصفه كبيره قوي ما تتشافش، زي مثلا ما ادخل اعمل اكويك ساندويتش مثلا اللي هو جبن على توست ومش عارف ايه بيتحط في ساندويتش ميكر، فبحس ان الحاجات احنا دايما كسلانين ان احنا نقوم نعمل حاجه كبيره. احنا بنحب ناكل بالظبط بس ما بنحبش نتعب بالاكل. فحسيت ان الحاجات السريعه بتتشاف اكتر. أوكي. دلوقتي نزود بقيه البهارات، هحط فلفل اسود. اوكي وما عمرك حاولتي تعملي حلو لبناني او فلسطيني او بعمل ديزرت بس مش كتير يعني، بحس ان الستبس بتاعته شويه كتير بس تسهل اجيبه جاهز على طول. بس طبعا بعمل الكنافه النابلسيه بتبقى حلوه قوي قوي. هلا اللي بيعمل كنافه بيعمل كل شيء يعني انت. هي صعبه شويه على فكره بارك. بس بتطلع حلوه قوي يعني، تستاهل ان احنا نقف في المطبخ. تستاهل تتعبي عليها بالظبط. طب هلا ملح. ملح وحطيت ورق لورا. في ناس بيقولوا له ورق الغار كمان. احنا بنقول ورق لورا. ممكن نقلبها بقى كده عشان تاخد لون. اوكي ممكن نستخدم دي اسهل شويه. طنج احسن عشان تقلبيها. طيب اسمه ايش الاخير؟ طب عمرك زرتي لبنان او فلسطين؟ لا للاسف لسه، بس يعني I wish to بقى يعني ان شاء الله. حابه فلسطين كلياتنا نتمنى نزورها، بس يعني لبنان لذيذه كمان، بلد جميله جدا يعني. طيب هلا وحطيت البهارات بتخليها بهارات بهارات فراخ بقى، جوزة الطيب يعني. انا دايما بقول الحاجه اللي احنا بنحب طعمها ممكن يعني نضيفها عادي، مش لازم نمشي على الوصفه بالظبط زي ما هي. اوكي فانا بحب دايما نحط التاتشز بتاعتنا يعني. يعني مثلا هم في الريسبي الاصليه ممكن يكونوا مش بيحطوا الهوت صوص ده. انا بحب الحاجه سبايسي، فلو في حد مش بيحب الحاجه سبايسي ممكن ما احطهوش دلوقتي، بس ممكن ناخد منه سنه صغيره. اوكي برده بيدي طعم حلو قوي وهيدي لون كمان. ما جربتها، لازم اجربها. فبحب يعني ما بحبش امشي بالظبط، بحب احط بقى تحطي التاتشز بتوعك. اوكي اخر حاجه هنزودها بقى دلوقتي دبس الرمان. شكلها لذيذة، ريحتها لذيذة. طيب أختك معنا بالاستوديو، بدي أجرب. هي إيش اسمها؟ مريم. هاي مريم. طيب بتشجعك مريم؟ بتساعدك بالمطبخ؟ جدا. مرات؟ أو بتحب تطبخ زيك أو لا؟ بتحب تطبخ بس بتستسهل طبعا ان انا عشان على طول في المطبخ، فهي شغاله معانا في البيت بقى الاكيل. بتقعد تدوق بس. صح وهنا. بس مريم شاطره كمان. كمان ومامي شاطره يعني، ماما زرعت فيكي حب ماما شاطره برضو في المطبخ جدا. بالله برافو. بس مريم تخصص باستا يعني، هي برضو مريم شاف زيك؟ لا هي بتتذوق معانا في البيت بس هي بتحب تعمل باستا قوي. اوكي اخر حاجه دلوقتي هنزودها ليمون. بحب احطه في الاخر عشان يبقى طعمه كده فريش اكتر، ما يمررش يعني. لو سبناه شويه وقت طويل على النار هيمرر شويه. صح 100%. شويه ميه بقى. تنسي عن النار بتخيل. نغطيها يعني حاجه بسيطه كده، مش هنحط ميه كتير. دلوقتي احنا هنسيبها تاخد غلوتين كده على النار وبعدين ننقلها في صينيه ندخلها الفرن. في الوقت ده بقى انت بعد هاي بتشويها. اوكي عشان تاخد لون. و في ناس ما بيعملوا هيك بالفراخ، في ناس بيسلقوا الفراخ اول بعدين بيتبلوهم بعدين بحطوهم، في ناس بيتبلوهم قبل، يعني كل واحد له طريقته. المهم الطعم تكون زاكيه. تمام. ممكن بقى في الوقت ده نجهز الفتوش. اوكي وبرضو دي من انت عامله نسخه حطاها بالفرن مش كده؟ بالظبط. اوكي ففي الوقت ده كده نجهز بقى ايه الحاجات اللي هنحتاجها في الفتوش. تمام هي قربت لك زي ما وعدتك. اوكي ايوه.
هنحط في الاول الكابوتشي. اي خضار بقى، مش لازم برضو يعني لو في حاجه عندنا مش موجوده عادي ممكن نستغنى عنها. بتستبدليها باي شيء. فلفل الوان وخيار. خيار، بصل برضو. في السالتس يفضل ان احنا نستخدم البصل الاحمر. الطواجن بقى وبضل واقف الحبه مش تدبل بسرعه. صح مزبوط. وبحس انه الابيض بنزل دموع اكتر. بحس ايوه الابيض بيكون احسن في الاكلات الطواجن الطبيخ. أوكي. بقى لكن الاحمر في السلطات بنستخدمه اكتر. أوكي. فجل احمر. الطماطم. في حبه فجلايه حضرتك. احطها مش هنسيب اي حاجه. اوكي بتحطي كل خضره هيك فوق بعض بشكل كله عشوائي. كله بالظبط. شويه بقدونس، نعناع فريش. اوكي حلو. كمان هنزود شويه نعناع. والتومه انت بتحطيها؟ هحطها بقى في الدريسنج اللي احنا هنعمله. اوكي الفراخ كويسه كده؟ الفراخ تمام. احنا ممكن نهدي النار بس شويه او ننقلها هنا دلوقتي. بقى احنا حطينا كل الخضار، هنجهز الدريسنج بتاع الفتوش. اوكي كيف تعمليه؟ هو طبعا المين انجريدينت اللي فيه دبس الرمان وزيت الزيتون. اوكي برضو دايما في الاكل الشامي بحس ان احنا بندخل دبس الرمان وزيت الزيتون في حاجات كتيره قوي. صح. وهما بيطلع طعمهم حلو بصراحه. زاكي دبس الرمان. عمرك دقتي دبس التمر؟ لا. هذا مع طحينه. اوكي وهيك بتجيبي عيش ودن ال ايش قطه؟ ودن القطه. ايوه بتحطي شويه دبس تمر. اوكي شويه طحينه وبتاكلي. بيطلع حلو. حلو قوي. بيطلع شبه يعني طعمه شبه دبس الرمان. لا. شويه ولا مختلف؟ لا مختلف. أوكي. وحتى اطيب اسكى يعني. اوكي لا هجربه ده بقى ضروري. خلاص اذا ما في عندك قولي لي انا بجيب لك. نعم. اوكي احنا حطينا دبس الرمان، زيت زيتون، توم طبعا، ليمون كمان. اوكي وبرضه على حسب احنا بنحبه قد ايه، بس برضه بيطلع حلو قوي مع السالد. وبتحطي عليه جوه الدريسنج كمان سماق ولا لا؟ اكيد لازم. أوكي. سماق بس احنا اخذنا كتير قوي منه للمسخن. للمسخن. اتس اوكي. وكمان وملح كبير كتير برضه حسب ذوقنا في الملح. ده الدريسنج وبنقلبه. مهم جدا في الدريسنج لاي سالد عامه ان احنا وان احنا نحطه في اخر وقت خالص عشان الخضار ما يتبلش او يبوظ. اوكي يعني لو عندنا عزومه ممكن نقطع الخضار من بدري من الصبح ونسيبه على جنب، والدريسنج ده اخر حاجه خالص لما نيجي نقدم بقى. مع انه بحس انا اذا عملتي الدريسنج قبل بوقت بتنكهها اكتر بالذات اذا في الخضار ممكن يتبل. ف ما تحطيهم يعني اخلطيها خليه بالثلاجه. بالظبط. احنا ممكن نخلطه ونسيبه على جنب في التقديم نروح بقى مزودينه. بالظبط. فهنقلبه كويس قوي قوي. اوكي انتي وصغيره تذكري بس ماما كانت تعمل الكيك وتعمل بال هاي ايش اسمها؟ بدي المضرب. المضرب بالضبط. بدنا ناكل شوكولاته منها. طبعا كلنا عملنا كده. اوكي نبدا نحط بقى الدريسنج. بحب يعني احطه كتير بقى كله عشان وكمان الخضار بعد شويه يعني ممكن تسيبه مثلا 5 مينتس او حاجه هينزل كمان الميه بتاعته. فبيطلع طعمه حلو قوي. صح صراحه. ايش اساعدك؟ هنقلب بس كده. برضو لما الفراخ قلنا تاخد غلوه كده ممكن ندخلها الفرن. الصاجه اللي من تحت درجه حراره 180 وهي بتكون شويه استوت من الميه اللي سبناها فيها. واخر ربع ساعه بالفرن. مثلا نشغل الشوايه تاخد لون حلو قوي وبتطلع بجد تحفه. يعني في ناس بسموها مسخن الكسلانين تعرفي؟ لا انا بحطيه بالصينيه تحطي كل شيء فوق بعض وقولوا له مسخن الكسلانين. انا كنت هعمل بالطريقه الكسلانه دي النهارده بس قلت خلاص خلينا. لا لذيذه بالعكس شكله اكلك بشهي صراحه. ثانك يو. حتى عندك على البيج هيك كلرفل. ثانك يو ميرسي. اوكي قلبناها بقى كويس قوي. دلوقتي جاهزه ان احنا نحطها في الطبق بتاع التقديم. اوكي بتحبي ان اسكب لك ولا انت خلاص؟ ممكن يعني ممكن نشيل بس دول كده على جنب. يلا ثانك يو. رأي رح اتحرك. اوكي كل حاجه خلاص من هنا؟ كله خلاص. اوكي خليكي انت انت اشتغلي اطبخي لنا. اوكي واحنا بنظبط لك كل شيء.
عجبتني باقي الحاجات. انا بالنسبه لي الفتوش بحبها قوي اكتر من التبوله كمان، يعني دول اشهر تو سالادز في لبنان. بس بحب الفتوش هي أكثر. التبوله بتغلب انه بتقطيع البقدونس. بالظبط، وكل حاجه لازم تكون صغيره، اما الفتوش لا، القطعه كبيره. و احنا كمان الفتوش شبه السلطه الخضراء عندنا، عشان السلطه الخضراء اللي عندنا بنعملها في مصر بتشحي الخضار فهي فيها شبه شويه، بس حلوه قوي. انا بحبها قوي. الاكل المصري لا يعلى عليه بصراحه. انا ادمان كشري. وانا كمان رند الكشري. فبتعملي كشري حلو؟ بعمله حلو قوي، وبرده بحط فيه العيش ده اللي احنا عاملينه للسلطه النهارده، بيطلع حلو قوي. حلو. بتحطي جوه الكشري عيش؟ بحط لا في الاخر مع البصل. عشان تزيد القرمشه. بيطلع حلو قوي. أوكي. قوي لذيذ. خلينا نجرنش بقى شويه بالعيش. اوكي، دي خلاص مش كده؟ دي خلاص. طيب ممتاز ممتاز. وهلا بدك هتاخدي اللي موجوده بالفرن. صح، هاخدها دلوقتي حالا. بس خلاص هيك، انت مش هتعوزي حاجه من هنا. جبت لك ده. اوكي، عشان هدي دي خلاص كمان. صح، ولا عايزه هنحط هنجرنش على فوق الوش كده، وكمان للفراخ. تمام تمام خلاص. هي ست بيت معدلة. شفتي؟ تسلم ايدك. وايدك حبيبتي. طيب خلينا اوكي. بفكر نحط شوية دبس رمان كده فوق الوش. درزلينج شوي هيك عليها خفيف. شو رأيك نقدم على الناحية التانية حتى؟ اكيد، عشان الناحية هاي وسخناها شوي. شوية شوي صغيرة. خليني احطها هنا. اوكي اوكي. وفيكي تقفلي ال دلوقتي احنا النسخه بقى الجاهزه في الفرن بتاعت الفراخ. اوكي. قلنا بنحطها شويه، يعني تاخد ساعه ونص مثلا في الفرن. أول حسب كمان قوي. حسب حجم الدجاجه. بالظبط، اذا الصدر ولا بس ساعه ونص كثير بتخيل. لا ولا انت عايزاها محمره على الاخر. ايوه بتطلع حلوه قوي. اوكي، احنا بس بهدلنا شويه الدنيا هنا. مش مشكلة. انت هنا خليها هنا زي ديرتي كيتشن، اعملي هون وقدمي هنا. ونقدم هنا بالضبط. لا بس شكلها بتشهي. هلا احنا بالعاده الخبز الطابون. الخلطه اللي عملتيها تاعت البصل بنحطها فوق الخبزه، بنسقسقها على الاخر، بعدين بنحط قطعه الدجاج فيها وبناكلها مع لبن. أوكي. وطبعا بنستخدم ايدينا. اكيد. الاكل متعه. ايش بدك؟ لا همسك ده بس عشان ننزل بقى شوية البصل. دول بيطلع طعمه تحفة بقى، البصل في الآخر ده. زي كأنه كارملايزد هيك مكرمل. فشكلها لذيذة. والله برافو برافو. قد ايه عمرك انجي؟ انا 29. ساعتك صغيرة. يعني انا ما اظنيش على 29 كنت اعمل مسخن. كبيرة كنت اعمل باستا زي اختك. ايوه انا ليتلي بقيت ادخل اعمل بقى الحاجات دي، يعني بحب اجرب دايما الاكلات اللي من بلاد مختلفه يعني. حلو. طب وايش هيك للمستقبل، ايش ناويه تعمليها؟ حابه تخصصي بشيء معين؟ بتشتغلي اصلا حاجه ثانيه غير انا كنت بشتغل ايفنت بلانر، وبعدين قعدنا شويه في الفتره طبعا كلنا قعدنا فيها. بالظبط. فدخلت المطبخ بقى، بس دلوقتي يعني حسيت ان الموضوع لما بلاقي الناس بتبعت لي اللي هو البنات يعني صغيره، احنا بنعمل اكلاتك واحنا دخلنا المطبخ، فببسط قوي بصراحه من الموضوع ده. الفيدباك ده. فحسيت ان الموضوع لا، يعني بنات كتير بدات تدخل احنا مش محتاجين ده دلوقتي المطبخ. فبدات بقى يعني عايزه اكبر الموضوع اكتر. فبفكر ان انا يعني او ببلان دلوقتي ان اعمل براند باسمي للحاجات اللي هي سريعه التحضير. والله برافو عليكي. احنا بعصر السرعه هلا كمان انجي، وبالذات للامهات اللي بيشتغلوا او حتى اللي عندهم اولاد كتار، يعني الله يحميهم اكيد جميعا. بس فكره حلوه مختلفه، يعني ما بتخيلش انه في حد بيعمل براند باسمه للاكلات السريعه. بالضبط، هنحتاجه كمان في السفر. السريعه والصحيه بنفس الوقت، لانه هي بالاخر اكل بيت، يعني ما عم تحكي على فاست فود. يعني تسلم ايديكي. ثانك يو. هنجرنش برضو كمان بشويه من سنوبر او لوز، عشان السنوبر دلوقتي بقى غالي قوي، فهنحط لوز مقشر. ممكن كمان رمان لو في الموسم بتاع الرمان. صح، بيكون حلو قوي.
اوكي مظبوط صراحة. وطبعا مع العيش او رز فبتطلع تحفة. لا لا مع عيش، مع عيش بتكون بالصينية عشان بدون تقديم للشاشة والكاميرا، حلو الواحد ياكل من نفس الصينية. تسلم ايدك انجان جد. ثانك يو ميرسي. يعني شكلهم بشهوا هناك. واو عن جد شكرا وشرفتينا ونورتينا يا انجي. ختامها مسك، جوعتيني، اشتقت لاروح اجازه، فشكلي بدي اخذ اجازه اروح عند اولادي شوي حمام عشان اكل، خلي اكل منسف ماما وبرضه فتوش ماما زاكي. يعني انجي عن جد انبسطت فيكي، بدي اتمنى لك كل شيء حلو بالعالم. وان شاء الله بتشرفينا وبتنورينا كمان مره فيه هنا. وانتم مشاهدينا بتمنى هيك انه كنتم انبسطتوا بحلقتنا اليوم بمواضيعنا المختلفه، وان شاء الله لقائنا بيتجدد كالعاده بنفس الوقت على افخم قناه بالكوكب قناه المحور. تحيه كثير كبيره مني انا رند العلمي، وتحيه كمان من نرمين ومن مروه ومن مي. لقائنا زي ما حكيت بتجدد، الله معكم دائما.